السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالحضور. وفي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله سوف نتعرض لعدة مفاهيم، ابتداء من مفهوم الصلاة على النبي. هذا المفهوم انتشر في تاريخ الأمة الإسلامية انتشار النار في الهشيم على أساس أنه عبارة عن جملة لفظية نكررها دون وعي أو فهم، بل تم تأليف القصائد فيها وأحياء الليالي في الإنشاد والمدح كما تعلمون. وأصاب معظم الأمة على مختلف أطيافها لوثة الصلاة على النبي لفظا، ويلفظها الصغير والكبير والعاقل والمعتوه والعالم والمتعلم، بل وصارت وردا يذكر صباحا ومساء بمئات المرات، حتى أن غير المسلمين أصيبوا بهذه العدوى. فما إن تبدأ بحديث إلا وتسمع الآخر يطلب منك الصلاة على النبي بقوله صل على النبي، ويجيبه الآخر اللهم صل عليه. لقد أتى الأمر بالصلاة على النبي في القرآن، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نلاحظ في النص إن الله يصلي على النبي وكذلك الملائكة، وطلبت الصلاة عليه من المؤمنين، فماذا فعل المؤمنون الأذكياء؟ قاموا بتحويل الأمر إلى الله وطلبوا منه أن يصلي هو على النبي، رغم أنه أخبرهم أنه يصلي عليه. ومع ذلك يصر المؤمنون على أن يصلي الله عليه ويسلم هو لأوامر النبي. والمدقق في النص لا يجد أن الله يطلب منهم أن يقولوا لفظا اللهم صل عليه، وإنما يطلب منهم أن يصلوا هم أنفسهم عليه ويسلموا لأوامره. فماذا فعل المؤمنون الأذكياء أيضا بعد أن حولوا أمر الصلاة إلى الله ورفضوا أمره؟ جعلوا الصلاة على النبي غناء وثرثرة، وسهروا الليالي وهم يتمايلون سخرية، تعالوا ننظر إلى آيات أتت بالصيغة ذاتها، أي تبدأ بجملة يا أيها الذين آمنوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هل الأمر المطلوب من هذا النص هو أن نقول أنفقنا مما رزقتنا ونكررها مرات ومرات ونجعلها وردا في الصباح والمساء؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل الأمر أن نقول صبرنا وصابرنا وربطنا واتقينا الله ونكررها مرات كثيرة ونجعلها وردا يذكر صباحا ومساء؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هل الأمر أن نقول أطعنا الله ورسوله ونكررها غناء وإنشادا ونجعلها وردا يذكر في الصباح والمساء؟ إنها مهزلة يقوم فيها المسلمون دون شعور منهم. لنرجع إلى النص الذي أمر بالصلاة على النبي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل المطلوب هو القول لفظا اللهم صل على النبي وسلم له تسليما؟ من وراء تحريف هذا المفهوم ولمصلحة من؟ سؤال ينبغي أن نعرضه على أنفسنا. تعالوا لنعرف مفهوم الصلاة أولا في اللسان العربي والقرآن كمعنى لساني. كلمة الصلاة أصلها ثنائي، وهي كلمة صل التي تدل على الحركة المحددة المنتهية بلزوم وبطء، وظهرت بصورة العلاقة والالتزام. ومن ذلك قولنا صلة الرحم التي تدل على فعل القيام بشؤونهم ومساعدتهم والاطمئنان عليهم سواء عن قرب أو من بعد. وللأسف تفرغ مفهوم صلة الرحم إلى الزيارة فقط وشرب فنجان من القهوة. ومن هذا المفهوم أتت كلمة الصلاة التي تدل على الصلة بالله سواء بطاعته أو بذكره ودعائه.
ومن هذا الوجه فسر فقهاء اللغة الصلاة بالدعاء من باب تفسير الشيء بمآله، وشاع هذا التفسير حتى حل محل المفهوم اللساني لكلمة الصلاة، واختفى المفهوم اللساني، وترتب على ذلك ضياع كثير من المفاهيم الهامة. تعالوا لنرى استخدام القرآن لكلمة الصلاة. نرى أن الصلاة استخدمها القرآن بمعنى الالتزام بالدعاء. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أتت الصلاة هنا في هذا النص بمعنى الالتزام بالتأييد والنصر والتوفيق والهداية، وليس الدعاء له، لأن النبي لا يحتاج لأحد أن يدعو له. الصلاة أتت بمعنى الالتزام بأوامر الله والعلاقة به واتباع شرعه. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يسيء كثير من المسلمين فهم الصلاة في هذا النص، وذلك عندما جعلوها الصلاة الشعائرية التعبدية المعروفة، وأسقطوا ذلك على المسلمين وأدخلوهم سقر، مع أنهم لو قرأوا النص كاملا لوجدوا أن الكلام على الذي يكذب بيوم الدين، وهذا الإنسان الكذاب لا يؤدي الصلاة التعبدية أصلا ولا يسأل عنها، لأنه ليس بعد الكفر والتكذيب بيوم الدين ذنب. فنفي الصلاة في النص يقصد بها نفي صلة الإنسان بالدين إيمانا وطاعة والتزاما، بمعنى أنه قاطع صلته بالله، ولا علاقة للمسلم المقصر بأداء الصلاة التعبدية أو الذي تركها كسلا، فهو ما زال من المصلين ويعمل الخير ويحب الله ورسوله. وكذلك أساء معظم المسلمين فهم النص التالي، وغالبا يشهرون جملة منه في وجه المسلم المقصر بالصلاة التعبدية، وهي: فويل للمصلين، ولم يعلموا أنهم وقعوا بتعضية النص القرآني، ووصلوا إلى مفاهيم باطلة بل ضالة بسبب عملهم هذا. وكان ينبغي عليهم قراءة النص كاملا في سياقه وفهمه كمنظومة واحدة، والنص كاملا هو: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظروا كيف بدأ النص بصفة التكذيب بالدين التي تدل على إنكار أوامر الله ورفض شرعه، فهذا الإنسان الكذاب يتابع النص صفاته: يدفع اليتيم ويؤذيه ولا يطعم المسكين بل لا يشجع على إطعامه، فويل لهذا الإنسان الذي يكذب بالدين ولا يعمل الخير ولا يشجع عليه، وهو عن صلته بالله ساه غافل، وإذا عمل خيرا فهو للمراءاة وليس من أجل الخير أو الطاعة لله أبدا، ويمشي بين الناس يمنع التعاون ونشر المعونة بينهم. هل هذا إنسان مسلم؟ هل هذا إنسان مصلي؟ هذا هو محل الخطاب الإلهي: فويل للمصلين. ويل لمن أدرك صلته بالله ثم قطعها كفرا وتكذيبا ومنعا للخير بين الناس، ويدعو إلى الفساد والمعصية والرذيلة. رابعا، أتت الصلاة بمعنى الالتزام بالشيء لصقا واتصالا، ومنه قولنا: صلى اللحم بالنار إذا تم وضعه على النار دون فاصل بينهما لشوائه. قال تعالى: فنزل من حميم وتصلية جحيم، وقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خامسا، أتت الصلاة بمعنى القيام بالتزام فعل محدد من قيام وركوع وسجود، يتخلله ذكر وخشوع لله
ضمن وقت معين مستقبلين بوجوهنا المسجد الحرام. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر النص المعروف. إذن لا يقصد بكلمة الصلاة كلما وردت في القرآن الصلاة التعبدية الشعائرية، ولا بد من قراءة النص كاملا حتى نعرف المقصد من دلالة كلمة الصلاة، مع الحفاظ على مفهوم اللساني الذي هو الصلة، علاقة والتزام. وبعد هذا العرض نصل إلى معرفة أمر الله بالصلاة على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهي قطعا ليست الصلاة تعبدية، وكذلك ليست مجرد أقوال وألفاظ، وليست هي بدعاء للنبي، وإنما هي أمر بقيام فعل الصلاة عليه، مثل أي أمر إلهي يبدأ بيا أيها الذين آمنوا. فماذا يريد الله منا أن نفعل؟ يريد الله من المؤمنين أن يصلوا على النبي، بمعنى الصلة به، أي العلاقة والالتزام بما نزل عليه من شرع، أن ينصروه ويحموه ويدافعوا عنه وعن دعوته، ويسلموا لأوامر الله تسليما، ويتكتلوا معه لنصرة الدين والحق. وهذا الأمر الإلهي مستمر بعد وفاة النبي، بانتقال فعل الصلاة للرسالة الإسلامية التي نزلت على النبي محمد المحتوى في القرآن الكريم فقط، ومن بعده لمن يحمل هذه الرسالة من العلماء والقادة الراشدين يجب أن نصلي عليهم، بمعنى التكتل حولهم ومعهم لنصرة الدين والحق ونشر الوعي بين الناس وحضهم على فعل الخير والمعونة والصلاة على بعضهم بعضا. وعندما يقول أحدنا للآخر صلي على النبي في سياق المشاجرة أو الاختلاف، لا يقصد اللفظ بها فقط، وإنما يقصد أن يتمثل الإنسان بخلق النبي من صدق وأمانة وحلم وعدم غضب وإنصاف الناس والهدوء وسماع الرأي الآخر. هل عرفتم أيها الإخوة من حرف مفهوم الصلاة على النبي؟ ولمصلحة من؟ صلوات الله ورحمته عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.